المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية إيجي قبط اتأسست سنة 2012 بهدف التنمية الاجتماعية، ودي بتمثل المسؤولية المجتمعية CSR لمجموعة من الشركات الداعمة للمؤسسة. إيجي قبط بتهدف إلى تمكين فئات المجتمع ومساعدتهم عن طريق منح تدريبية لتأهيلهم بصورة أفضل لتلبية احتياجات سوق العمل، وبالتالي رفع مستوى المعيشة. بدأنا بتدريبات مهنية للشباب، وبعدها توسعنا ببرامج لتدريب المرأة المعيلة على الحرف اليدوية وتدريبات أخرى مصممة لذوي الاحتياجات الخاصة. المؤسسة مهتمة بتدريب وتحفيز المتدربين على العمل والإنتاج لتمكنهم من المشاركة في بناء اقتصاد وطني قوي. إيجي قبط بتقدم تدريبات لكل فئات المجتمع. احنا كفريق عمل بنحب نتحرك دقة جدا اثناء المقابلات الشخصية مع المتقدمين على المنح، لان في بعض منهم ما بيبقاش عارف هو عايز ايه، او مقدم على كورس والكورس دوت مش مناسب ليه، فبنحتاج نعمل له توجيه وظيفي ونديله فرصته كاملة علشان يقدر يحدد ايه الكورس اللي هو محتاجه بناء على الامكانيات بتاعته والفرص بتاعته. بعد كده عرفت إيجي قبط عن طريق الفيسبوك، شفت اعلان عن كورس كنت محتاجاه، كان الكتروميكانيكال. ابتديت اعرف ايه الحاجات اللي المفروض اعملها، دخلت كان في ابلكيشن اونلاين قدمت عليها، عملت الانترفيو كانوا يعني كويسين جدا فعلا. بعد ما عملت الانترفيو قالوا لي انت تقدري تكوني بتبتدي في الكورس. خلال فترة الكورس من رابع أسبوع جات لي انترفيو هنا، وبعد كده اشتغلت، فده ساعدني جدا. بعدين كان عندي باك جراوند كويسة ومختلفة عن باقي الناس. واحدة من ضمن مسؤولياتي جوه البرنامج التدريب هو ان بنجهز مع فريق العمل خطة البرنامج اللي بنشتغل بيها على مدار السنة، ودي بتبقى في حاجتين. اول حاجة بنعمل بحث عن مجالات التدريب اللي السوق العمل محتاجها، الوظائف اللي النهاردة موجودة في سوق العمل وفي احتياج ليها، فعلى اساسها بنحدد احنا هندرب في ايه من المجالات. الحاجة التانية بنكون بندور على المراكز المعتمدة اللي بتقدم محتوى قوي يأهل الشباب ان هم يقدروا يشتغلوا في سوق العمل، وفي نفس الوقت يكون معتمد بشهادة قوية. قابلني الاعلان بتاع إيجي قبط على الفيسبوك، قدمت فيه، حدد لي ميعاد انترفيو، رحت عملت انترفيو، وبعد ما عملت انترفيو بفتره كلموني نزلت الكورس بتاعي هنا اهوت. بدانا الكورس، فاحنا بدانا عملي، اشتغلنا بايدينا، فكينا محركات، خدنا خبره كويسه ازاي افك واربط، ازاي اقدر احدد اعطال، في كشف اعطال بالاجهزه، في كل حاجه متوفره يعني في المكان. استفدت من الكورس كويس جدا، انا حاسس ان انا فاهم اكتر دلوقتي، مؤهل لسوق عمل احسن، اقدر اشتغل احسن. في جزء من برامجنا ان احنا بندي تدريبات في اماكن معتمده، في كورسات بتبقى محتواها قيم جدا وتكلفتها بصراحه بتبقى عاليه جدا، لكن احنا مش هدفنا ان احنا ندي مهاره او حرفه معينه او حد مجرد بس شهاده اشتغل بيها، لكن هو فعلا يكون منتج في شغله. برنامج تدريب الشباب بيقدم دورات تدريبيه في مجالات فنيه زي الصناعه والبناء وصيانه السيارات وصيانه الاجهزه، وبنوفر تدريبات في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والتسويق والسكرتير، بالاضافه للتدريبات الخدمات الطبيه، ودي اللي بتخرج مساعدي تمريض وجليسي مرضى ومسنين، والتدريبات دي لمسنا الاحتياج ليها في فتره الوباء الاخير. احنا كمنسقين تدريب بنتابع التدريبات في المراكز كلها متابعه دوريه ودقيقه علشان نضمن احسن جوده واكبر استفاده للمتدرب، ونتدارك اي عقبات او مشاكل بيقابلها اثناء التدريب. عرفت موضوع كورس الموبايل إيجي قبط، كان في احد الاصدقاء واخد كورس وقال ان المؤسسه دي بتدي كورسات، وتقدمت وعملت المقابله مع استاذ مايكل. قبل الكورس انا كنت معلوماتي ضئيله جدا على الموبايل، كنت كل اللي اعرفه على الموبايل ان انا ممكن اصور، لكن كصيانه وفك وقطع ومكونات وبرد وكلام دوت
ما كنتش عندي خلفية جامدة، استفدت جدا بالكورس. فأنا أنصح أي حد يعني يسمع الفيديو أو يشوفني يقدم ويبحث على صفحة إيجي كوبت، في أكثر من مجال ممكن يتوجه لي، وربنا يوفق الجميع إن شاء الله. احنا في برنامج حرفة بنستهدف بشكل اساسي المرأة المعيلة، ودي الست اللي ملزمة تكون بتدر دخل لبيتها ولأسرتها. هدفنا في حرفة بيكون ان احنا نوفر مصدر دخل مجزي ودايم للستات المستفيدات معانا. جزء مهم من رؤيتنا ومنهجية العمل بتاعتنا جوه مكون حرفة او برنامج حرفة مش بس قاصر على التدريب المهني، ان احنا نكون بندربهم على حرف مختلفة زي السجاد اليدوي والسجاد الصوف، كمان احنا بنهتم بالجانب الاخر من الشخصية، فبندي تدريبات تانية تكون هدفها تبني شخصية المستفيدات، زي التدريبات على المهارات التواصل المختلفة، ريادة الاعمال، التسويق، الذكاء العاطفي والاجتماعي واكتشاف الذات. بنهتم قوي ان هو يكون كمان على المستوى الشخصي بيحصل له نمو ونضوج معين. قبل الكورس ما كنتش بنعرف حالة عن التفصيل فعلا. هو الكورس حالة معنوية اكتر من انها مادية. اتعلمنا قد ايه المشاركة، ان كل واحدة بتدور على مصلحة اختها. تعرفت على ناس جديدة، اكتسبت خبرات، في ناس هنا بجد بتتعب علينا كتير. انا الاول ما كنتش بعرف اقعد على المكان خالص خالص، يعني تعليمي بالمكنة كان هنا، قعدت على المكنة ويعني الحمد لله ايدي يعني بقت احسن بكتير عن الاول. خلال الخياطة اللي احنا تعلمناها برضو يعني تعلمنا ازاي ان انظم الوقت. عرفت ان مؤسسة ايجي كوبت عاملة تدريبات يعني للمرأة المعيلة وللشباب، فمن ضمنها تدريب على السجاد اليدوي، فانضميت معاهم قدمت، وكان في تدريب شهرين. يعني حاجة مسلية وفي نفس الوقت مناسبة لظروف اي ست عندها بيت، المواعيد مش بعيدة قوي، لو من 8 ل 3 ده مناسب جدا لاي ست يعني عايزه ترجع لبيتها بسرعه وتبقى قريبه على اولادها. مع الوقت اتعلمنا وبقينا مش محتاجين للمدربين اللي بيجوا لنا حتى يعلمونا، اتعلمنا بقينا كل واحده تعرف لوحدها تعمل سجاده وتقعد على نول لوحدها وتخلص سجادتها لوحدها. انا دلوقتي مشرفه للورشه ومعايا ناس جديده كمان غير المجموعه القديمه بعلمهم. لما دخلت في الشغل جد كانت شهرين تدريب، ولما دخلت في الانتاج كان دخلنا قليل برضو. مؤسسة إيجي كوبت ما سابتناش وكانت بتحفزنا على الدخل اللي بيدخل لنا. بنحاول يعني لو جبنا خطوط قليلة تاني يوم لازم نجيب، حاطين يعني الساعة في ايدينا وبكل يوم لازم نجيب خط زيادة. فيها حاجات حلوة، كل ما باجي اقعد في البيت ما بقدرش برجع تاني. يعني انا حابة الشغلانة. البداية كان يعني شغلي كان قليل قوي، كنت بعمل كام خط مش كتير، وصلت العشر خطوط كنت فرحانة قوي، كنت قلت ده جبت آخري. بس بعد كده المستوى تحسن، كل يوم بزيد خط، ممكن نص خط بس ببقى فرحانة ان انا زدته. دلوقتي الحمد لله بوصل لل 18 و 17 خط في اليوم، واكيد بعد كده هيبقى فيه احسن والمستوى كل شوية بيتحسن. المؤسسة مش بتبخل ومش بتدخر جهد ان هي تكون بتوصل للمستفيدين حتى في الاماكن البعيدة قوي، فبنقدر نوصل لهم حتى لو قرى نائية وبعيدة عن القاهرة. عندنا برنامج اسمه برنامج قدرة. البرنامج دوت بيتكلم عن التدريبات الخاصة بذوي التحديات، واحنا بنوفر لهم تدريبات مخصصة لكل إعاقة حسب التحدي اللي عندهم. عندنا حاجات عملناها ونفذناها قبل كده للصم وضعاف السمع، كنا بندرب على مجال ميكانيكا السيارات، وعلمنا مجموعة من الشباب منهم حد حاليا شغال جوه مركز التدريب نفسه، والنهاردة بيترقى بقى تيم ليدر. عندنا برنامج تاني طبقناه مع مجموعة من المكفوفين في تركيب العطور.
ده بالنسبة لبرنامج القدرة، بيبقى برنامج مخصص حسب كل إعاقة وكل حاجة بنقدم لها تدريب مخصوص ليهم. بخلاف برامج التدريب المختلفة، عندنا كمان في المؤسسة برنامج منح الدراسة الجامعية، ودي بنقدمها للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة اللي بيواجهوا صعوبة وسط مجتمعهم لتكملة دراستهم لأنها حالياً مكلفة جداً. البرنامج مش قاصر بس على المنح الدراسية، لكن بنتابع أدائهم الدراسي وبنقدم لهم تدريبات لتنمية قدراتهم الشخصية ومهارات التواصل. بالإضافة لبرامج التدريب، المؤسسة بتتفاعل مع أي أزمة بيمر بها المجتمع من خلال مبادرات مختلفة. مع جائحة كورونا أطلقنا مبادرة حماية. فترة الجائحة أثرت في حياتنا كلنا وفي المجتمع وفي الاقتصاد، وناس كتير فقدت عملها. احنا استمرينا في ايجي كوبت في تقديم المنح التدريبية، وكنا حريصين جدا ان احنا نساعد المتدربين ان هم يطبقوا الاجراءات الوقائية علشان خاطر يقدروا يحموا نفسهم واهليهم اثناء التدريب. سجلنا حلقات توعية من اجل بيئة عمل آمنة ونشرناها على صفحات التواصل الاجتماعي، واهتمينا بتخصيص جزء من موارد المؤسسة عشان ندعم بيه الفرق الطبية في المستشفيات بحقائب وقائية. وكمان وفرنا كمامات ومطهرات ونشرات توعية مطبوعة احنا اللي صممناها ووزعناها في المناطق المحتاجة. تنمية وتطوير فريق العمل من الأولويات عندنا في ايجي كوبت. بنعمل ده من خلال حاجات كتيرة، أهمهم ان احنا بنعمل تدريبات مصغرة في الاجتماع الأسبوعي بتاعنا، بنتكلم فيها عن مهارة جديدة، حاجة ازاي نكون بنكتشف نفسنا أكتر أو أطور من نفسي أكتر، غير طبعا تدريبات متخصصة بنعملها كل واحد في المجال بتاعه، لأن احنا بنؤمن ان المؤسسة هتكبر لما كل واحد من اللي بيشتغلوا فيها يكون بيطور من نفسه وبيكبر أكتر. أنا بشتغل في المؤسسة دي من أول ما بدأت نشاطها في 2012، والحقيقة بكون فخور جدا وأنا بشوف ان الجهد الحقيقي المبذول في مساعدة الشباب للمنح التدريبية بيأثر في حياتهم وبيسيب أثر معهم. الحقيقة ان ايجي كوبت من المؤسسات اللي بتعمل تنمية مجتمعية حقيقية وتنمية للشباب، ودايما بتهتم اولا بتنمية العاملين فيها. حقيقي الواحد بيكون مبسوط جدا لما بيلاقي ان هدف ورسالة المؤسسة بتتحقق من خلال التدريبات اللي بنساهم وبنساعد بيها الشباب علشان يقدروا يشتغلوا في المجالات اللي بيتمنوها. وكمان بنكون سعداء اكتر لما بنلاقي ان نسبة المتدربين اللي حصلوا على وظائف بسبب التدريبات بتكون نسبة كبيرة جدا، بتوصل لحد 75% من المستفيدين. المكان بالنسبة لي اكتر من بيتي، بقضي فيه اوقات كثيرة قوي. من اول ما اشتغلت في المكان وانا كل القائمين على العمل وصلوا لي هدف ان هم مهتمين بدعمي ودعم كل الشباب، ودي بقت رساله واضحه بتبان مننا بتتنقل كمان للمتدربين. كمان المؤسسه تبنت ان كل القائمين على العمل يكونوا شباب علشان نكون الاقرب للمتدربين. من اكتر الحاجات اللي بحبها في شغلي ان انا بقدر اتلامس مع معنى قوي قوي في مساعده الناس، لما بشوف ان انا جزء من تحقيق خططهم واحلامهم للمستقبل، ده بيحفزني وكمان بيحط عليا مسؤوليه كبيره ان انا اكون ببذل مجهود اكتر في الشغل. الحقيقه احنا فخورين جدا اننا شاركنا لحد النهارده في تدريب 4000 متدرب ومتدربه، وبالطبع ده هيكون حافز للتوسع اكتر واكتر.